الناس دي لو بتحب البلد بجد يمشي ورا دماغي. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي. هما مش بيقولوا السياحه مضروبه؟ السياحه مضروبه ليه؟ ليه؟ عشان السايح من دول ورا مزاجه يمشي ورا مزاجه. فاحنا لو جينا عملنا كام مدينه على كام بلد جوه مصر زي شرم الشيخ، اسوان، البلاد السياحيه دي عملنا فيها الحشيش رسمي. يعني السائح يقف قدام الكشك يشتري سجارته، يشتري قرش حشيشه، يشتري بفرته. بس جوه المدن دي بس مش سبهلاله، يعني اللي يتمسك بره البلاد دي بحشيش ربنا يتولاه. واللي يفلت يبقى حلو. الغرض ان نتفرج بقى على السياحه اللي هتجيلك، سياحه خارجيه عشان يدوقوا حشيشنا، وسياحه داخليه عشان عارفينه. اتفرج بقى ساعتها الدولار هيبقى 75 ساخ. ده غير الضرايب اللي هتدفع للبلد، حق البلد. الله عليك يا فندينا، اللي بالحق صحيح. هو الخال فين؟ موجود. يعني الكلام اللي بنسمعه دول في الكليتش؟ كلام ايه يا معلم؟ الكلام اللي عم بيتقال في السوق انكم اختلفتوا. لحد هنا وفرمالة يا معلمين. يا زبابة. ايوه يا فندينا. هو مرمى. الله، انت زعلت ولا ايه يا فندينا؟ يحط مناخيره وسط العيله دي يتفرم. الخال يعني يا فندينا، وافندينا يعني الخال. والعيله لو مؤاخذه كده منفذه على بعضها، والعزوه صلبه الظهر. وانتوا عارفين مفرقها لحد فين؟ احنا بنطمن يا معلم، وكان غرضنا. مفيش غرضنا. الكلام جاب اخره يا معلمين. ايوه يا فندينا، بس احنا لسه ما اتفقناش على المصلحه. مفيش اتفاق، وكل واحد هياخد اللي يترمي له ويشتغل بيه. الكلام معايا على الكيف يا زوز. اومر يا فندينا. وصل الرجاله، يظهر الدخان توالهم. اتفضلوا رجاله، نشم هو بره مع الخضره. انت ذبابه، يدوم الواجب يا معلم. واجبك واصل يا ابوي. اجلي دورة يا جمعه. احنا هنعيده تاني يا براء. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطا؟ شغل السين والجيم والاسئله الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حقي اعرف كل كبيره وصغيره عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسالك رايحه فين وجايه منين؟ اما انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه ما عليتش الصوت. يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه، ما انت لو كنت جاوبتي من الاول كنا خلصنا. افهم بقى، شك ده يعني ولا غيره؟ يعني ايه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغله يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطر، بقولك ايه، ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيره هاخدك من ايدك كده وهديك على الدولاب. وايه داخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحنبلي كده، اصبر شويه. ايه هو؟ اصل انا يا حبيبي فكرت، لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجه تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجه تبسطك. ايه رايك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطره ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. دي رمانة، احنا مش هنخلص من الحدوته دي. راجل سعادتك بتاع الاخضر قالب الدنيا عليها ومش عاجباه ولا نمره، هيموت عليها سعادتك. طب والبنت اللي معاها راحت فين؟ فص ملح وداب، ملهاش ولا اثر، وقافله تليفونها سعادتك. حمل على بوسي. بوسي سعادتك مستحمل اكتر من طاقتها، عامله زي السد العالي، لو حملنا عليها اكتر من كده هينهار ومش هنلاقي ولا نقطه ميه. والراجل سعادتك مليان دولارات خضراء لازم نحافظ عليه. استاذن معاليك، بوسي السد. ارد؟ لا، خلي السكرتيره ترد. الو، يا بوسي. ايه يا روح؟ ايه؟ طب اهدي بس. الله 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 الله.
الله يخرب بيتك ويخرب بيت اللي يعرفك. انا هتصرف. فيليب ايه سحنتك اتقلبت ليه؟ سعادتك الحكومه عكشت البت بوسي هي والبنات اللي معاها. تكونش ماشيين في الحرام سعادتك. يخسع الحكومه، هم مش عارفين هي شغاله مع مين. خميس؟ ايه؟ نايم بدري ليه؟ عندك مدرسة الصبح. اتفضل يا فندينا اتفضل، ايه المفاجآت الحلوة دي؟ مفيش، لقيتك ما بتسألش، قلت اسأل أنا. أصيل أصيل، أصل أنا بس غصب عني متكحرت في حوارات كده يعني. حواراتك كترت أوي يا متر. حوارات إيه؟ القضايا اللي أنت شاغل روحك بيها والحوارات إياها دي. والكلام كله بتاخد منه ملاليم. وسايب شغلنا احنا اللي بملايين. اه انت عارف يعني مصل حاجات كده يعني. ما انت بالك يا متر مش على بعضك ليه؟ ليه مش على بعضي؟ ما انا من بعض فوق بعض اهو. خمسه في عين اللي يشوفك ولا يصليش على حضره النبي. ما صدقتش روحي لما البنات قالوا لي ان انت هنا. الهلال طلع والرؤيه بانت وافنجينا رجل عشه القديم. بقول لك ايه، المره دي الغيبه طولت قوي يا كبير. ما احنا بقى عايزين نجيب بقيه البنات كده وندلعها افنجينا النهارده. يلا عينيا. لا 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 لا، كله بأوانه يا ام سامي. الرجل الدب مطرح ما المزاج يا حاج. طيب الليله دي انا مزنوق في بدران. اتغيرت قوي يا فنجين. بص عليك يا بنت اتغيرت. يلا يخرب بيتك، عايز الراجل في شغل. بقول لك ايه، انت يا اخويا تخلي الباب موارب. يمكن تتزنق في مسامية. يتوب علينا ربنا. والنبي عسل. يلا يلا يا ولا سيب الاكرة هتتخلع في ايدك. امشي يا بنت يلا وتوضبي القعدة. بتقوله سيب الاكره. ما هو غاوي اكر. لا اصل ما خدش اكره الشهر ده. طبعا هتوس وش بشويه ميه عشان افوق. سمعت حاجه عن اللي حصل من خاله بدران؟ وطبعا انت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرايه يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. قمصان نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايه يا حاج في ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها، تحلبها لغايه ما تجيب البطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحة بقى أنا اللي شايف إنك مكبر دماغك حبتين وتلاتة لحد ما هتلبسنا في حيطة. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟ شفت الفال المنيل؟ شفت؟